احنا ما حد يمثلنا وما حد يعيش لنعيشة وما حد يحس بينا. احنا من وصلنا مرحلة ما يا اختي بعد وعينا ما حد يوقف لنا. البصرة شباب نسوان اذا ما نوقف لانفسنا والله نروح بالحضيض. ريهام داعية للتمدن وللتحرر في البصرة، وهذا الشيء خط أحمر عند المتطرفين ووجهاء الدين ورجال الدين في البصرة. فعلي أصبح أمر اختيار ريهام تحصيل حاصل ولا مهرب منه. ريهام ناشطة معروفة في البصرة. ريهام إذا أرادت تطلع تظاهرة نسوية في البصرة ببوست واحد تطلع عشرات النساء لتظاهرة نسوية واسعة في البصرة وتحدث ضجة في الرأي العام. هذه المنشورات قبل مقتل ريهام أو هذه البيانات قبل مقتل ريهام بثلاثة أيام بدأت تنتشر من جديد. وريهام شخصيا قالت لأصدقائها أنه هي في هذه المرحلة تتعرض لتهديدات، تتعرض لتهديدات بالقتل. تكتب شيء يخالف رأيهم تتعرض لحملة تسقيط، تتعرض لتحريض على القتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. اختالوها لأن يخافون من الجمال، اختالوها يخافون من الحرية، يخافون من صوت المرأة فيحاولون كتمة وإنهاء.